اليوم كان عندنا لقاء مع الشباب ديال المركز ديال التكوين المهني حول خلق المقاولة من طرف الشباب، والمحور كان كيهم يعني خلق المقاولة من حيث الناحية ديال المفهوم ديال المقاولة، الفكرة، دراسة المشروع، التمويل. طرقنا المسائل ديال التمويل، طرقنا الصفقات العمومية، يعني الولوج للصفقات العمومية، التكوين إلى آخره. وكانت مجموعة ديال المداخلات وأسئلة مهمة جدا اللي كتهم يعني الجانب ديال المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة، بحكم هي العماد ديال الاقتصاد الوطني. وعلاش ما معطيهاش هذا الاهتمام اللي خصو تعطاها كما باقي الدول، فرنسا، إيطاليا، تركيا، برازيل ودول أخرى. وكانت الإجابة ديالي وأنه سياسة العمومية يعني عاد بدأت كتهتم بهذا الجانب ديال المقاولات، وكان حاولوا ما أمكن على أساس أنه باش يكون واحد التجاوب ديال المؤسسات الحكومية والأبناك، وتكون برامج مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا وبالنسبة للخريجين ديال الشباب اللي كيلقاو صعوبة في خلق المقاولة. وعلاش؟ لأن كاينة صعوبة في الولوج إلى التمويل وصعوبة في الولوج إلى الصفقات العمومية. وكان مجموعة ديال الأسئلة اللي كتمحور على حول يعني المشاكل اللي تقدر تواجهها المقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الشابة. وكان مجموعة ديال المداخلات اللي هي مهمة كتم هذا الجانب ديال المقاولة الشابة. الكونفدرالية أول حاجة يعني من بين الأهداف ديالها هي الدفاع عن المصالح ديال المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة. ثاني حاجة يعني المسائل اللي كنشتغلوا عليها هي المواكبة ديال أصحاب المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة، ومن بينها الولوج إلى التمويل. كان عندنا مجموعة الاقتراحات في قوانين المالية اللي فاتت في الحكومة اللي فاتت، وطلبنا باش يكون رفع ديال التمويل ديال القروض الصغرى من 50,000 درهم ل 200,000 درهم. توافقتنا 150,000 درهم. حاليا ولاو المقاولات صغيرة جدا كتقدرت يعني يتم التمويل ديالها عن طريق المقاولات وجمعيات المقاولات الصغيرة جدا. هذا واحد المكسب. ثاني حاجة كنا طالبنا باش يكون واحد الكوطا ديال الصفقات العمومية، وتحققنا هذا المطلب في 2013 اللي هو 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى المتوسطة. مازالين كنطالبوا الحكومة باش يكون يعني لي ديكري دابليكاسيون، يعني قوانين تطبيقية اللي باش يمكن هذا القانون تاوي يطبق في الجهات وفي البرامج ديال والميزانيات ديال الجماعات والجهات إلى آخره. وكاين مجموعة المحاور يعني كنقترحوا يعني مقترحات قوانين. كنخدموا ايضا مع مجموعة ديال المؤسسات اللي كتعتني بالمقاولات الصغرى المتوسطة. وكيكون عندنا حاليا احنا كنترأسوا الكونفدرالية الإفريقية للمقاولات الصغيرة جدا. عندنا لقاءات مع مجموعة الفيدراليات وكونفدرالية إفريقية. كاين عندنا طلب ايضا ملح بالنسبة للكونفدراليات الأوروبية، وهذا كيخلينا على انه كنكونوا حلقة وصل ما بين المقاولات الأوروبية والمقاولات الإفريقية، وهذا امتياز كيمتاز به المغرب. وحنا كنحاول ما امكن يعني نأديو الدور ديالنا. كيبقى على اساس انه كاين خص الدعم ديال الحكومة، الدعم ديال الدولة، باش يمكننا نأديو الدور ديالنا في احسن وجه.